بين أحضان الجبال غفت أطلال البلدة القديمة في العلا هادئة على إرث من التاريخ. بنيت هذه البيوت من الطين وحول قلعة حصينة يعود عمرها إلى القرن السادس قبل الميلاد، انسابت الحياة كمياه العيون والنخيل. نعم، هذه القلعة هي كما ذكرت قلعة موسى بن نصير، ويعتقد أن القائد الإسلامي أثناء عودته من الأندلس توفي في العلا ودفن، فتم بناء البيوت. وعادة هي البيوت هنا تتكون من دورين، دور أرضي والدور العلوي، وهي مبنية الدور الأرضي عادة من الأحجار، تضم أسفل والدرج والقاعة، وفي الدور العلوي غرف النوم والمربد والمعزبة. وكانت أيضا مدينة عامرة بالحياة، لأن العلا تضم أكثر من 80 عين، لعل أهمها عين تدعل، وهي ذكرت في كتب ما قبل التاريخ. توثق طريقة البناء في العلا حكاية الإنسان وعلاقته بالمكان، منذ أن اتخذ من الجبال بيوتاً وحتى استخدامه الطين المقاومة للظروف المناخية في البناء، وابتكاره أساليب ذكية للزراعة والري. رحل من سكنوا هذا الحي إلى بيوت أكثر حداثة، وبقي الطين مادة هذه الأرض متماسكا ومستودعا لذاكرة بلدة صمدت لأكثر من 7 قرون. البناء بالطين له ميزة، هي المحافظة على البرودة والمحافظة على الدفء. سر تحمله هو أنه أحيانا الطين يخلط مع الحجر، إضافة إلى أنه البعض يعني يسخنه بالنار، وبالتالي يتحمل أي ظروف. لوفرة المياه والموقع الحصين اكتسبت العلا أهمية، فسكنها العديد من القبائل مثل بني عذرة، ومنهم الشاعر جميل بن معمر الذي يقول في أحد أبياته: ألا جميل بثينة. جميل بثينة، نعم. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى، إني إذن لسعيد. كذلك أنتجت العديد من الأدباء والفنانين والشعراء. حياكم الله، هذه مثال لأحد القهاوي، لكل شيخ عشيرة قهوة، فهذا هنا المجلس والقاعة ومكان الفحم ووفل الضيوف، ثم الأهل يكونون في السطح العالي. عادة السقف يتم بعيدان الأثل، ثم نسميها المزاريق من جريد النخل. يعني أنا ألاحظ أن هناك بعض السمات التي تتميز في هذه البيوت. أولا فضل. يعني ربما لا يوجد فناء مكشوف، المساحات صغيرة تقريبا. نعم، لأنه العلا محدودة بين جبلين، بين مجدر وعويرو، فبالتالي هذه دعت الآباء والأجداد أن يستخدموا الاتصال الرأسي. كانت مدينة حقيقية بنيت على أرض مرتفعة جرت فيها 80 عينا، وعدا عن قلعتها الحصينة وأبوابها 14، تقول بعض المصادر التاريخية إن هذا المسجد بني على موضع صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه لغزوة تبوك في 9 من الهجرة، وحدد قبلته بالعظام فسمي بمسجد العظام. منذ 70 عاما مضت توقفت الحياة في البلدة، لكن أهالي العلا تقدموا منذ سنوات بمبادرات أهلية ورسمية في ترميم مساكن أجدادهم وإعادة الحياة إليها باعتبارها مرجعا حضاريا لأصل المدينة وإرثها العتيق. عبدالله الزبيدي، الجزيرة، العلا، شمالية غرب السعودية.